بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة. وده الجزء الثاني يا جماعة من تصوير سوق الجاموس. بسم الله ما شاء الله. الجاموس ده عشرة عشر ثمان شهور. بسم الله ما شاء الله. الولد الكامل في بطنه ده بما يرضي الله كبير، عشان شايفها كبيرة. أنا كنا غطينا في البيت، كانت والدة ليها والدة والسلق مع الناس اللي قبلينا ما نعرفش جابتها. يعني أنت مش عارف الولد كام؟ بالصلاة على النبي تبارك الله. بالصلاة على النبي. 10 8 قلت لي؟ 8 شهور. وين الفلوس ولا البيع والشراء عندك؟ 18 ونص. الصلاة على النبي. هذا يا جماعة 18 ونص. دي 18 ونص تبارك الله. يا محمد الصلاة على النبي. كلب يا محمد. مرحبا مرحبا يا عمي. زي عمده الاخبار لك ليك حبيبه معلم. الراجل اللي هياخدها ده راجل طيب يا محمد. يا عمده تعال خالص. شايفك عامل قلق. انا عامل قلق في السوق. لا بالصلاة على النبي، النهارده ناس جات من دمنهور وناس من المنصوره وكله خد مني. الرايل بتاع المنصوره جالك يعني؟ والله وهم لسه واخدين مني بهاي. بالصلاة على النبي. وهذه معايا صوت الحربيه جايبها. بالصلاة على النبي. الله اكبر، ربنا يوسع عليك. شايف الشابه دي انا عامله شغل. بالصلاة على النبي. بالصلاة على النبي. ديدي يعني. في 10 ولا حاجه؟ لا ما غلطتش. على كده؟ وريده. انت خلاص يا عبد الكريم. يقول محمد فيهم قاس. لا ما قليله. البيع والشراء محمد. قليله عادي. مشترك مين؟ والله ما قليله. لا والله قليله. احنا عارفين فيها. 13 800 وبيشتروا ب 100 يا جماعه. كم حاج على؟ الفلوس 13 800. 13 800. بيشتروا ب 100. اشتريت ب 100. يا عم الله يبارك لك. الله يوسع عليك. الله يوسع عليك. الصلاة على النبي. 53 بس مديله 100؟ انا 100 والله. وفي حاجة ب 50 دلوقتي يا راجل. لما الرايدة مش مقصر معاك. قول له في حاجة ب 50 دلوقتي. الله يوسع عليك. روح يا عم. الله يوسع عليك. تعال طيب تعال. خلاص اداله اشتراها الرايد. اشتراها الرايد. خذ يا تمسك. رزقك روح. يا حاج محمد. اطلقها طلقها سيبها. هلا رزقك يا معلم. والله شفتك مرمطة جدا. روح. ايه دي الاول دي 10 دي ولا ايه؟ 9 شهور ماشي بالعاشر. 10 9 شهور؟ 9 شهور بالعاشر بالولد الثاني اللي بدنا. الصلاة على النبي. هاي من معلم محمد الاصاني يا حاج. الصلاة على النبي عليك. 27. الصلاة على النبي. وهات اخت الثانية 9 والعاشر برضه. يا حاج محمد. دي اقل اسعار النهارده في السوق. تمام بالصلاة على النبي. واحلى بهايم واحدة البهايم تلقاها عند العبد. الصلاة على النبي. لا دي انا اشهد لك. وهذه اختها الثانية. الصلاة على النبي اشهد لك. حاجة كده ايه؟ روح هناك روح هناك اطلع كده هناك. حاجة كده من الفلاح اللي يحبوا قلبك. الصلاة على النبي. دي 10 ولا يا معلم؟ 9 شهور والعاشر. 9 شهور والعاشر يا جماعة. الصلاة على النبي تبارك الله. بسم الله ما شاء الله على الجاموس تبارك الله. هذه الجاموس. الصلاة على النبي. زي ما انت اثبت كده خلينا نصورها كلها. هذا يا جماعه وهذا رجلين الجاموسه. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. عمي محمد الاسود ده راجل ابو جاره ده الله يوسع عليك. ما اشوف يصيبك يا عم. الصلاة على النبي. يا حاج محمد دقيقة يا اخي. كامل اللي شدها قدام دي اللي هناك دي. دي؟ دي ب 27,500. 27,500؟ الولد الثاني اللي ببطن. قلت لي 9 شهور صح؟ 9 والعاشر تاخذها بتاع 15 يوم 20 يوم وتولد. الصلاة على النبي. الشابة البكرية اللي قلت لك عليها 15 يوم وتولد. والله وديتها الشرقية ولدت الثاني يوم. بالصلاة على النبي. والله ولدت الثاني يوم. بالصلاة على النبي. وب 22 ونص وبحتها هناك ب 27,500. الصلاة على النبي. صلى على النبي. دي 10 خا؟ لا لبن. دي لبن ها؟ شرب. صلى على النبي. ازيك يا عم خالد؟ اخبارك؟ منور الدنيا والله. اخبارك تمام الله يوسع عليك. ايه فلوسها يا خال؟ دي يا عم ب 14 ونص. 14 ونص. صلى على النبي يا عم. ايه معاك حق خالد النهارده؟ والله احنا انا طلع هنا انه في بضايع موجوده في البيت. الصلاة على النبي. طبعا عايزين نعمل لقاء حلو كده ان شاء الله باذن الله.
ان شاء الله احنا مش موفقين مع بعض خلي بالك. لا ازاي؟ لا احنا عايزين ايه نظبطه معاد يعني. لا ان شاء الله. تمام. شوف انت لو اشرف بكره انا فاضي. بكره الاربع؟ الاربع. طب بكره ممكن هشوف الدنيا لو ما كانش في تصوير من سوق ادفو تمام هنجي لك. خلاص تمام حق؟ تمام. ماشي عمده ماشي الله يوسع عليك. هذا يا جماعه بالصلاه على النبي. قلت لي دي كام محمد؟ دي 26 ونص. 26 ونص. 10 كام؟ 8 9 نظيف والعاشر 9 نظيف. بالصلاه على النبي. قول لي رقمك مع حق محمد. 03 وحاي 4 7 95 905 905 معلم محمد المكس. الحق محمد المكس اسوان يا معلم. يا باشا بالصلاه على النبي. بالصلاه على النبي عليك يا معلم تبارك الله. هذا يا جماعة بسم الله ما شاء الله السوق داخل سوق دراو بسم الله ما شاء الله. ومعنا هنا يا جماعة عجل لحم بسم الله ما شاء الله. ده عجل جاموس يا جماعة عجل لحم بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الصلاة على النبي تبارك الله. الصلاة على النبي. هنشوف لكم سعره ايه ده يا جماعة. حج محمد ايه الفلوس بتاعت العجل اللحم ده؟ 16. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. هذه معانا عجل لحم ثاني يا جماعة. لحم ده عمدة؟ لحم. الصلاة على النبي. طب لو حبينا نتفرج عليها نتفرج متى؟ الصلاة على النبي. ماشي. ايه فلوس ده عمدة؟ فلوسه 15000 وبيشتروا فيه ب 400 جنيه. يعني بيشتروا ب 15400. بيشتروا فيه ب 15400 لكن فلوس 15000 في الحلال. الصلاة على النبي يا عم الله يوسع عليك. الصلاة على النبي. قول له رقم تليفون طيب لي. قول يا جماعة رقم تليفون 011 4 3 8 6 8 6 2 وشوف قلب الثاني. الصلاة على النبي. والثاني ده برضه معانا. الصلاة على النبي. ب 15800 وبيشتروا فيه ب 200. يا عم بالصلاة على النبي يا عم. الصلاة على النبي يا عم. كلها بتمشي على ايه؟ على الوقاف على طول. بالصلاة على النبي. تبارك الله. 15800. هذا يا جماعة 15800 ده. اسم الكريم يا معلم. ايه؟ اسم الكريم. اشرف يا حاج. عم اشرف لو قلنا اربع تربع يعمل له كام ده عم اشرف؟ اربع تربع. بس ايه بما يرضي الله. يعمل له 170. 170 هذا ده الكلام المضبوط. لا ما حنكذب. تمام. في ناس بتشطح يا عم اشرف تضرب. صاحبه يشوفه. صح. وده عاج 150. ده 150. عشان ناقص شويه. الصلاة على النبي. في حاجة ثانية هنا؟ تبع 17 ونص. الصلاة على النبي. هذه ده 17 ونص يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. معلم اشرف انت كده مختص عيون اللحم بقى. صح كده؟ هذا المعلم اشرف يا جماعه مختص بعيون اللحم الجاموس. ببيع كاش وادفع كاش. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي تبارك الله. الصلاة على النبي. هنشوفه ده كمان يا جماعه يعمل كام معانا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. في حاجه معاك انت؟ لا ما هو مع اشرف. مع اشرف انت؟ تمام يا حاج. طب كام ده معلم قلت ما قلناش الاخير ده كام؟ ده عليه 16 ونص. 16 ونص بسم الله ما شاء الله. هذه ده يا جماعه عامل 16 ونص تبارك الله. هذه عيون اللحمه يا جماعه مع المعلم اشرف وسبنا لكم رقم التليفون. الصلاه على النبي حبيبي معلم. من فين قلت انت يا عمي؟ المزرعه. من فين يا كبير؟ قناه المزرعه من السبعيه غرب. احسن ناس السبعيه. قول لي رقم التليفون ثاني كده. 011 011 4 4 3 3 3 3 8 6 8 6 8 6 8 6 2 2 اسم الكريم. المعلم اشرف. المعلم اشرف. المعلم اشرف. اشرف اشرف وجمال. اشرف انت جمال بقى. جمال. بالصلاه على النبي معلم جمال. يا عم انا شفت الاسعار بتاعتكم العيول بسم الله ما شاء الله اسعار كويسه. محمود معاه. تمام يا خال منورنا. والله محمود ابن عمتنا منور والله. يا عم احنا اي وقت للساده المشاهدين بطوش الجاموس من اللباني للح. يعني طبعاً. يعني لو عايز اي لو في حد عايز كميه مثلا اللي هو اللباني اللي زي كده دي مستعد اودي له في اي مكان نفس النوعيه دي يا عم. تمام. اي بطوش جاموس من 13 ونص. من عمر شهرين. من عمر شهرين 3 سنين. دول ب 13 ونص يا جماعه. كام وكام الحزبه طيب؟ شهرين معاك لحد 3 سنين. اي طوش جاموس كله تبعي. تمام. من عمر شهرين. ادفو اسنا دراو. تمام. اي سوق تلقاني. تمام يا معلم الله يوسع عليك حبيبي معلم جمال. شرفنا يا عم بقناة المزرعة. شرفنا عم اشرف ان شاء الله دائما في الزياده. الله يوسع عليك يا حاج. هذا يا جماعه عيون الجاموس مع المعلم اشرف والمعلم جمال.
والجماعه بيقولوا لكم يعني اللي محتاج او اللي محتاج اعمار من فوق الشهرين زي كده لغايه بيقول سنتين او ثلاث سنين اي حاجه متوفره عنديهم. وسبنا لكم رقم التليفون في اول الفيديو وفي اخر الفيديو. ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه يا جماعه، عايزين القناه بتاعتنا تكبر على مستوى الصعيد وعلى مستوى اسوان، وان شاء الله كده نشوفكم دايما بخير. متشكرين للمتابعين والناس اللي بتسيب التعليقات الحلوه اللي هي بتبسط الواحد وبترضى الواحد وبتخلي الواحد يسعى عشان يجيب لكم افضل اسعار واحسن اسعار واحسن تجار بما يرضي الله. يعني احنا ربنا اللي يعلم احنا بنسعى ازاي عشان نجيب لكم احسن اسعار. ما تستخسروش اللايك يا جماعه. وفي نهايه الفيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.